العالم كله فقد أستاذ جليل، عالم من علماء القانون، الإنسان الأمين اللي كان أمين على وطنيته وأمين على بلده وأمين على مهنته وأمين على كل الطموحات اللي اتمنى أي واحد يحققها في حياته. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته. العالم كله اختار المناصب اللي تولاها، هي اكبر مناصب في المناصب القياديه في العالم، في البرلمانات الدوليه، البرلمان الدولي والبرلمان المتوسطي والبرلمان الافريقي والبرلمان العربي ومجلس النواب ومجلس الشعب في مصر. وكان عالم قوته كله للكتب وللعلم وللدراسات، والحقيقه يعني مثل وقدوه يحتذى بيها. وبعدين يعني ربنا كرمه بمعنى الكلمة انه يتوفاه في اللحظات دي في ليلة مباركة.